قانون رقم 10 سنة 2018 كان فيه نقلة كبيرة جدا في حياتنا، يمكن الفضل فيها هو لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. الحقيقة احنا بنعيش عصر ذهبي كأبناء ذوي الإعاقة وكأسر من ذوي الإعاقة. الحقيقة ان الاختلاف اللي حققه الدولة في الفترة الأخيرة في طفرة نوعية ومختلفة من توعية المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير ليهم حقوقهم عمل في قلوبنا فرحة كبيرة جدا، عمل في قلوبنا اختلاف حقيقي بيحسسنا بالمساواة. الحقيقة في تحديدا لغة الإشارة احنا وصلنا لتقدمات ولتواجد موجود كبير قوي على الأرض. يمكن واحدة من الأمثلة في وزارة التربية والتعليم لما وفرنا جزء من البانر بتاع لغة الإشارة. يمكن لو دخلنا مدارس كتيرة قوي وتحديدا المرحلة الإعدادية أو الثانوية هنلاقي إن في بانرات ليها علاقة بلغة الإشارة متعلقة. في محطات المترو هنلاقي إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفر ترجمة داخل محطات المترو على هيئة بوستر. لو رحنا لإيفنتات ومؤتمرات هنلاقي، لو رحنا لمحطات إذاعية هنلاقي إن في حاجات اتوفرت، لو رحنا للشخص المصري المواطن هنلاقي بقى عنده وعي كفاية تجاه القضية. إحنا بنقول إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتحديدا هي قضية لأن إحنا بنتكلم إن الشخص الأصم الدولة بتعتبره واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة وهو تكريما له، لكن الشخص الأصم عنده لغة، الشخص الأصم عنده قاموس زي وزيك، كأنك بتتعامل مع حد برا البلد وبيتكلم بلغة مختلفة. ده مش جهل مننا، ده محتاج وعي مننا. لغة الإشارة هي لغة بسيطة جدا تقدر تتعلمها، تقدر ان انت تكون متواجد مع كل الناس بيها. انت نفسك هتحتاجها في حياتك، انت نفسك هتحتاج ان انت في اوقات كتير قوي مش قادر تتكلم وعايز تشاور، لغة الإشارة هتفيدك انت قبل ما تفيد الشخص الأصم. ورسالتي هي جزء بسيط قوي، ودي مش طالعة مني، هي طالعة من مجتمعيات الصم وتحديدا البيت اللي أنا نشأت فيه أو اتولدت فيه. إحنا نفسنا أن يكون في إتاحة بشكل كبير وبشكل مستمر، نفسنا أن كل المحطات الإذاعية بدل ما محطة أو اتنين بتوفر ترجمة تكون موجودة، نفسنا كل المنصات الإعلامية والرقمية اللي موجودة في كل الأماكن اللي بتقدم خدمة للمواطن المصري تكون موجودة عليها ترجمة. وصلنا لخطوات كويسة وبننتظر خطوات أكبر وأكتر في تحت مظلة وتحت قيادة سياسية أو قيادة سياسية حكيمة بتقدم رسالة للشعب والمواطن المصري. شكرا ليكم وشكرا إن أنتم موجودين دايما معنا.